مرحبا يا عاشر، اليوم إن شاء الله رح نبدأ بالوحدة الجديدة، وحدة المحيطات وتضاريس قاع المحيط. بداية نسأل حالنا السؤال الآتي: كيف استطاع العلماء قديما ولغاية وحديثا إنهم يدرسوا قاع المحيط؟ هل الطرق اللي استخدموها قديما نفس الطرق اللي استخدموها حاليا؟ هل قدروا من بداية دراستهم يغوصوا في أعماق المحيطات ويشوفوا يوصلوا لأعماق معينة؟ هلا العلماء اتدرجوا في دراستهم من طرق قديمة إلى طرق أحدث. الطرق اللي استخدموها هي كالآتي: الحبال والأثقال، السبر الصوتي، والأقمار الصناعية. طب كيف استخدموا كل طريقة؟ هذا اللي رح نشوفه. بالنسبة للحبال والأثقال، قام العلماء بجابوا حبل طويل، علقوا بنهايته ثقال، وألقوه من مناطق مختلفة من الشاطئ، وشافوا شو ارتفاع لبين ما طبعا ما اصطدم في اليابسة بأسفل المحيطات، لبين ما اصطدم بقشرة يابسة تحت المحيط من مناطق مختلفة من الشاطئ. هلأ شافوا وين، صاروا يقيسوا بارتفاع الحبل ويشوفوا وين كانت أعمق، يعني أطول منطقة وصلها الحبل حسب ارتفاع أو حسب طول الحبل اللي قاسوه. وهون قدروا يتعرفوا على يعني بعض أعماق المحيطات، بس هاي طبعا طريقة غير مجدية، فاستخدموا طريقة تانية اسمها طريقة السبر الصوتي، عن طريق إنهم جابوا جهاز ركبوه بأسفل السفينة اسمه المسبار، يقوم بإصدار موجات صوتية نحو قاع المحيط. لما تنعكس هاي الموجات بعملية حسابية، صاروا يقدروا يحسبوا كم عمق قاع المحيط. إذا هذا المسبار صار يصدر عنه موجات بتنزل للأسفل بتصطدم بقاع المحيط، فبترتد لهذا الجهاز كمان مرة. بعملية حسابية قدروا يتعرفوا على عمق قاع المحيط. أما أحدث طريقة تم استخدامها هي طريقة الأقمار الصناعية، وهي بتقوم على الأقمار الصناعية بتستخدم أجهزة خاصة بترسل نبضات نحو قاع المحيط. هلأ انعكاس هاي النبضات بتوصل للقمر الصناعي، بحلل العلماء هذه الإشارات وهذه الموجات اللي وصلتهم، وقدروا بعدها يتنبؤوا بشكل تضاريس قاع المحيط. بالنهاية قدروا إنهم يوصلوا لأربع أجزاء رئيسية بيتكون منها قاع المحيط، هي الحافات القارية، قعر المحيط، وظهر المحيط، والأخاديد البحرية. وأتوقع إن الصورة الموجودة بكتابكم أوضح كتير من الصورة المعروضة هون. الصورة موجودة بكتابكم بصفحة 36 و37. ما بدي الصورة الكبيرة اللي بالأسفل، لا بدي الأربع صور اللي بالأعلى هم يلي مهمين إنكم تركزوا عليهم. تضاريس قاع المحيط تتكون من أربعة أجزاء رئيسية، هي الحافات القارية، ظهر المحيط، قعر المحيط، والأخاديد البحرية. وبدرس اليوم رح نتعرف على أول جزئين، الحافات القارية وظهر المحيط فقط، وبالدرس القادم إن شاء الله بنكمل باقي الأجزاء. شو يعني الحافات القارية؟ الحافة القارية هي أول جزء من قاع المحيط، بتفصل ما بين القارة وما بين قعر المحيط، يعني وين هذه النقطة اللي بدي أبلش أنا أدخل فيها على على المحيط، هون ببلش اسمها الحافات القارية. هلأ هاي المنطقة تعتبر جدا منطقة مهمة وغنية بالمواد، المواد الخام والمواد الغذائية، لأنه دائما فيها، رح نتعرف هلأ بعد شوي، دائما فيها تيارات حاملة لمواد مهمة، يعني دائما فيها حركة، نشاط مائي مهم، فبالتالي بلاقي فيها معادن مهمة ومواد خام مهمة. تقسم إلى أربع أجزاء رئيسية، هي الرصيف القاري، المنحدر القاري، الأودية تحت البحرية، والمرتفع القاري. هاي صورة للحافات القارية، رح أحدد لكم بالهايلايت على الأجزاء الرئيسية للحافات القارية يلي إحنا بدنا إياها. أول جزء يلي هو أول جزء من أجزاء الحافات القارية هو الرصيف القاري، هي هون اسمه الرف القاري، هو بكتابكم عادي الرصيف القاري أو الرف القاري. هيو شايفين، هيو بيفصل ما بين اليابسة، هي اليابسة، وبيفصل ما بين بداية المحيط. ثاني جزء هو المنحدر القاري، هيها نقطة الانحدار، هاي هذا هو المنحدر القاري. ثم الأودية تحت البحر، ثم أسفل المرتفع القاري، المرتفع القاري هي هون، هون موقع نقطة المرتفع القاري. وآخر شيء، آخر شيء الأودية تحت البحرية اللي هي هون، بلاقي فيها، هلأ رح نشرح عن خصائصها، بلاقي فيها كتير أشياء مهمة.